بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة حلقة مهمة جدا، يمكن حلقة نهاية الأسبوع، ولكن هيكون فيها كافة التفاصيل وآخر الأخبار واللقطات الحصرية لفريق النادي الأهلي قبل التحرك بساعات قليلة جدا إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس لخوض مباراة تاريخية، حلم ونهائي تاريخي للعام الخامس على التوالي أمام الترجي التونسي. لقاء الذهاب الذي تقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد حماد العقربي في رادس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة كافة التفاصيل الخاصة بتدريب الفريق، تحرك الفريق إلى مطار القاهرة، قائمة الفريق، مدى جاهزية اللاعبين، كمان عندنا تفاصيل مهمة جدا عن الترتيبات الإعلامية التي أعلنها الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي بشأن المباراة النهائية ولقاء الذهاب في تونس يوم الخميس والجمعة، لأن في ترتيبات إعلامية مهمة جدا هنعلنها لحضراتكم النهاردة. كمان كل الأمور اللوجستية الخاصة بسفر الفريق النهاردة، سبق البعثة الكابتن خالد بيب ومدير الكرة والكابتن سمير عدلي. كمان النهاردة كان في اجتماع تنسيقي أمني استكمالا لاجتماع الأمس اللي تم في مقر الاتحاد الإفريقي. النهاردة كان في ترتيبات أخرى واجتماع آخر في مقر استاد القاهرة الدولي بشأن الترتيبات لحضور المباراة النهائية. والنهاردة كان على رأس الحضور نائب رئيس قسم الأمن في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي عندنا النهاردة تفاصيل وكواليس حصرية من هذه الاجتماعات، في ظل ان في كلام كتير جدا بيتقال من امبارح على موضوع الدعوات والترتيبات للنهائي ومنصة التتويج، مين اللي هيكون مسؤول عن التنظيم. كمان هيكون في تنظيم مهم جدا كمان لأسر اللاعبين بعد مباراة النهائي، سواء في لقاء الزمالك او حتى في لقاء الأهلي، بس النهارده هنتكلم اكتر على مباراة الأهلي والترجي سواء ذهابا او حتى ايابا. كالعادة حلقة فيها كواليس مهمة، واحنا بنختم معاكم الاسبوع اكيد مش هنسيبكم الا بكافة الاخبار والاسرار والكواليس قبل سفر الفريق في الساعات اللي جايه الى تونس ان شاء الله. لكن ابدا معاكم بسؤال حلقه النهارده، وعايزين نبدا كده برساله ايجابيه. بطلب من كل الناس اللي بتتابعنا من خلال شاشه قناه الاهلي انها تدخل تشارك من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، وتوجه رساله للعيبه وللجهاز الفني قبل السفر لتونس لخوض مواجهه الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. في الجزء الاخير باذن الله هحاول قدر الامكان هستعرض اكبر قدر من رسائلكم، لان انا واثق اكيد الرسائل كلها هيكون فيها يعني امور ايجابيه ودعم معنوي للاعبين وللجهاز الفني، لان المرحله اللي جايه خلاص مفيش كلام الا على مباراه فاينل افريقيا. انت بتتكلم في لقب تاريخي مهم جدا، تتكلم في 12 بطوله من دوري ابطال افريقيا، فان شاء الله باذن الله النهارده يكون في كلام مهم وايجابي للعيبه وللجهاز الفني. لكن نروح بسرعه لاهم العناوين. البدايه بترند الاهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم ويطير إلى تونس. وكمان كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي للأهلي. وفي الترند العالمي، فيفا يمنح قطر حق تنظيم كأس العرب لثلاث نسخ. قرار الاتحاد الدولي النهارده تحديدا اللجنه التنفيذيه اعتقد هيربك حسابات الدوري المصري والمسؤولين عن تنظيم الدوري في العام المقبل 2025. كاس عالم انديه، كاس امم افريقيا، كاس عرب، محدش عارف هتجيب وقت ويوم منين عشان تلعب دوري. عموما لسه هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، اصلا كاس الامم ممكن ما تتلعبش بسبب هذه الرزنامه اللي تم تحديدها النهارده من الاتحاد الدولي. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم، والنهارده جوله جديده من مباريات الدوري المصري في الاسبوع 23. البداية بمباراة الداخلية والجونة، والشوط الأول انتهى منذ قليل بالتعادل السلبي 0-0. الساعة 7 فاركو هيستضيف بلدية المحلة، وفي نفس التوقيت بيراميدز هيستضيف سيراميكا كليوباترا. نروح للدوري الإنجليزي، وامبارح السيتي عملها وكسب توتنهام وأشعل الصدارة مع أرسنال. النهاردة في العاشرة إلا ربع برايتون هيستضيف تشيلسي، وفي الساعة 10 مانشستر يونايتد هيستضيف نيوكاسل يونايتد. نروح ل الدوري الإسباني، 8:30 في مباراتين، إشبيلية هيستضيف قادش، ورايو فاليكانو هيستضيف غرناطة، وفي 11 سيلتا فيجو هيستضيف أتلتيكو بلباو، وختافي سيستضيف أتلتيكو مدريد. نهائي كأس إيطاليا في 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، أتلانتا هيستضيف اليوفنتوس. السيدة العجوز النهاردة ضيفا ثقيلا على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا. دي كانت أبرز مباريات اليوم، نتمنى لكل المشاهدين مشاهدة ممتعة. فاصل ثم نواصل.
من زمان ان انا العب فاينل او اخد افريقيا. اول واحد في الفرقه هموت نفسي عشان انا نفسي احقق حاجه زي دي. يمكن في لعيبه كتير طبعا ما حقق بطوله افريقيا في النادي، يمكن دي اول بطوله ليها، هتبقى مختلفه بالنسبه لي شويه يعني. اكيد المباراه صعبه طبعا عشان بتتكلم مباراه نهائي مع فرقه كبيره خدت بطولات قبل كده كتير ترجي، واحنا عارفين ان المباراه تكون صعبه، بس احنا دلوقتي بنجهز للمباراه بشكل كويس وبنحضر المباراه بشكل كويس، واحنا مش اول مره نلعب في رادس. اللعيبه معظم اللعيبه اللي عارفانا موجوده، عارفين قيمه المباراه وعارفين صعوبه المباراه وعارفين ان نستقبل هناك جمهور كبير هناك، وعارفين ان المباراه صعبه، عشان كده بنحضر من دلوقتي ولينا دور كلاعيبه كبيره موجوده. لينا دور الفتره الجايه، احنا بنحضر للعيبه وبنحضر للمباراه بشكل كويس والاجواء اللي هتحصل هناك، بنحضر اللعيبه بشكل كويس جدا. كلام مهم جدا لامام عاشور ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، اللي باذن الله هيكون مع بعثه فريق النادي الاهلي اللي هتتجه النهارده حوالي الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. امام عاشور لفت انتباه ان قال ان ده اول نهائي قاري بيلعبه مع النادي الاهلي، انه اول موسم ليه مع النادي الاهلي. اعتقد باذن الله ممكن امام عاشور يكتب تاريخ مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ومحمد الشناوي اكيد قائد الفريق وكابتن الفريق، ليه صولات وجولات مع النادي الاهلي في السنوات الماضيه، بدوره ككابتن وقائد للفريق هيكون على راس بعثه الفريق ان شاء الله اللي هتتجه لتونس مساء اليوم. لكن النهارده التدريب بدا حوالي الساعه 4:30، تحرك باذن الله من ملعب مختار التيتشو من مقر الاهلي في الجزيره بعد حوالي دقائق او اقل من ساعه، لان في رولز وخطه عمل تم تحديدها النهارده بحيث ان الفريق يصل لتونس ما يكونش في اي تفاصيل يعملها الا ان يطلع اللاعبين للاوض بعد العشاء يناموا ويبداوا يشتغلوا من بكره وبعد بكره لماتش الترجي باذن الله اللي هيتلعب يوم السبت الساعه 10 على استاد رادس. لكن مزيدا من التفاصيل نروح بسرعه الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي، اللي كان موجود لغايه اللحظات الاخيره في متابعه حيه لكل الاخبار ولكل الترتيبات داخل مقر النادي بالجزيره عشان نطمئن منه على كيف يستعد الاهلي، قائمه الفريق، اخبار اللاعبين، الجزء اللي كان مسموح النهارده بالتصوير، التحرك امتى. ان شاء الله باذن الله كمان الكابتن محمود الخطيب هيكون رئيس بعثه فريق النادي الاهلي الى تونس. توفيق مساء الفل، ومحتاج اطمن منك بقى وانت عايش في الاجواء كلها مع اللاعبين ومع الجهاز الفني، اخر الاخبار عندك. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما ذكرت محمد، يمكن النهارده اخر ايام حامل لقب بطوله دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي والبطل التاريخي للمسابقه في مدينه القاهره، ومن بعدها على طول السفر باذن الله رب العالمين للعاصمه التونسيه او مدينه تونس. يعني يمكن الفريق زي ما انت ذكرت محمد ابتدى تدريبه النهارده، التدريب الاخير هنا في ملعبه في مختار التتش بالجزيره في تمام الساعه 4 عصرا. كان قبل طبعا بدء المران مباشره مستر مارسيل كولر كان عامل جلسه مع اللاعبين كده في ارض الملعب، بيتكلم بقى عنه خلاص ان بدانا من النهارده رحله المباراه بشكل رسمي، اخر تدريب لينا، وبعد كده ان شاء الله زي ما انت ذكرت بقى في تدريبين في تونس خميس وجمعه باذن الله رب العالمين، استعدادا للمباراه باذن الله اللي هتكون يوم السبت باذن الله الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. كنا محمد التدريب حالا انا معاك دلوقتي شغال بقى بعض الفقرات الفنيه، ابتدى التدريب طبعا ببعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها يعني اول ما ابتدت التمرينات الكوره كده مستر مارسيل كولر طبعا امر باغلاق التمرين تماما امام كافه وسائل الاعلام سواء الموقع الرسمي او قناه النادي الاهلي. وحالا دلوقتي انا معاك التدريب يعني يمكن دقائق قليله وينتهي، ومن بعدها على طول اللاعبين بقى هيجهزوا في غرف الملابس الخاصه بيهم داخل النادي هنا، ومن بعدها على طول التحرك هيكون لمطار القاهره. يعني التحرك باذن الله هيكون تقريبا على الساعه 6:15 من مطار القاهره على طول، تقريبا الفريق يوصل 7 طياره باذن الله رب العالمين الساعه 8. الرحله بتستغرق 3 ساعات ونص، ان شاء الله الفريق يكون موجود في تونس تقريبا بتوقيت تونس بقى 9:30 11:30 بتوقيت القاهره. زي ما ذكرت محمد كابتن محمود الخطيب هو رئيس بعثه فريق النادي الاهلي في هذه الرحله، ان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه ونرجع بنتيجه ان شاء الله تسهل علينا مباراه العوده في القاهره. زي ما انت قلت بقى الترتيبات يا محمد، يمكن كابتن خالد بيبو المدير الكره بفريق النادي الاهلي، كابتن سمير عادل المدير الاداري للفريق سبقوا البعثه بالفعل، هم موجودين في تونس دلوقتي لانهاء كافه الاجراءات. يمكن ده الاجراء المتبع على طول محمد، مش بس عشان دي المباراه النهائيه،
ولكن ده الاجراء المتبع في كافه المباريات الخارجيه للنادي الاهلي، ان دايما كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عادل المدير الاداري بيسبقوا البعثه قبلها بيوم لانهاء كافه الاجراءات لتوفير كافه سبل الراحه من الناحيه الاداريه، سواء مكان الاقامه، المكان اللي بقى مخصص للنادي بعيد عن النزلاء لتناول الوجبات المختلفه، او كمان قاعه المحاضرات، كمان ملاعب التدريبات، خاصه ان الفريق هيخوض تدريب في ملعب خارجي، والملعب طبعا التدريب الاخير زي ما انت عارف اللي هيكون مفتوح لوسائل الاعلام في اول ربع ساعه فقط هيكون على نفس ملعب المباراه في رادس، لكن باستثناء كده كل الامور اللي يعني الاداريه بيتم انهاءها بشكل سريع لتوفير الجو الملائم، وكمان يكون اللاعبين ومستر مارسيل كولر مركزين فقط في الجوانب الفنيه زي ما قلت يعني ليك دقائق قليله، وان شاء الله الفريق هيتحرك لمطار القاهره. دعواتك بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق والرجوع باذن الله بنتيجه طيبه وتكون جيده جدا تساعدنا باذن الله. تحيه اللقب ال12 وتحيه كل احلام جماهير النادي الاهلي وبالتوفيق باذن الله رب العالمين. كمان يعني ما فوتنيش يا محمد، نتمنى التوفيق لبعثه فريق النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي كمان المرافقه للبعثه زميلنا كريم احمد ومحمد عويضه وكمان محمد ضكروري، ان شاء الله يكونوا موفقين يعملوا تغطيه ويحطوا جماهير كل النادي الاهلي في كل الاجواء، وان شاء الله نحتفل في تونس ونحتفل كمان بالتتويج في القاهره باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، سؤال اخير وانا قدامي لقطات من التدريب اللي كان بدا من حوالي ساعه والجزء المسموح، عايز اطمن منك بس على احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه واحمد عبد القادر ومروان عطيه، حد منهم كان موجود في التدريبات الجماعيه في الجري حول الملعب ولا في حد منهم لسه ممكن ما يكونش موجود في الفتره الحاليه؟ كلمت محمد بالفعل مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول، يعني الحمد لله مروان عطيه موجود مع الفريق تمام. طبعا وجوده من عدم ده يرجع لمستر مارسيل كولر الوجهه الفنيه، ولكن طبيا الغائبين عن اللقاء عمرو السوليه اللي اكتفى بالجري حوالين الملعب النهارده في نهايه المران، احمد عبد القادر اللي كان بيقوم ايضا بالجري في الملعب قبل بدايه المران، واحمد نبيل كوكا اللي بيواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي بالجيم الخاص هنا داخل مدرجات مختار التتش، ولكن باستثناء احمد عبد القادر، عمرو السوليه، احمد نبيل كوكا، كل اللاعبين تحت امر مستر مارسيل كولر للاستعانه بيهم واختيار القائمه المسافره لحد دلوقتي. محمد طبعا بيقول اخبار كتير تكهنات كتير، ولكن الى الان لم يعني ما فيش حد غير مستر مارسيل كولر فقط ومساعديه هم اللي عارفين القائمه المسافره، لم يتم الاعلان عنها، هنعرفها كلنا بعد قليل ان شاء الله عقب على طول وصول الفريق لمطار القاهره. التوفيق لمستر مارسيل كولر في اختيار القائمه، التوفيق للاعبين داخل المستطيل الاخضر، وباذن الله الفرحه جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبطوله غاليه علينا وان شاء الله نوصل للنجم ال12 باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتابع منذ قليل تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيره، كل التفاصيل وكل الاخبار، ويمكن الخبر الابرز عمرو السوليه واحمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا ما قدروش النهارده يشاركوا في التدريبات الجماعيه، وبالتالي فرص لحاقهم بلقاء الذهاب بتعتبر معدومه، لكن باذن الله ان شاء الله يكون في فرصه طيبه باللحاق بلقاء العوده عشان اكتمال الصفوف مهمه جدا في الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. تعالوا بقى للتفاصيل الحصريه والاخبار اللي مش هتسمعوها في اي حته. يمكن من شويه كده او قبل بدايه الحلقه بدقائق قليله جدا وصل لي الترتيبات الاعلاميه اللي حددها الاتحاد الافريقي في الساعات الاخيره بشان لقاء الذهاب اللي هيتلعب في تونس يوم السبت اللي جاي الساعه 10 بتوقيت القاهره على ملعب رادس. النادي الاهلي هيسافر النهارده بالليل باذن الله، يعني يوصل تونس زي ما قال زميلنا محمد توفيق على الساعه 9:30 10 مساء بتوقيت تونس، ولكن من بكره في ترتيبات اعلاميه الاتحاد الافريقي خلاص حددها بشكل رسمي. بكره ان شاء الله من الساعه 9:30 ل 10 مساء بتوقيت القاهره هيكون في لقاءات اعلاميه ما بين كل وسائل الاعلام مع ثلاث لعيبه من نجوم النادي الاهلي، والكاف حدد خلاص من الثلاث لعيبه، حسين الشحات ومحمد هاني ومروان عطيه، ثلاث لعيبه من نجوم النادي الاهلي هيتكلموا مع وسائل الاعلام بكره الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره، هيكون لقاءات اعلاميه في الملعب الفرعي في استاد رادس. طيب يوم الجمعه هيكون المؤتمر الصحفي، مواعيد المؤتمر الصحفي ومين هيحضر المؤتمر الصحفي. يوم الجمعه الساعه 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره هو موعد المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي بحضور مارسيل كولر ومحمد الشناوي. تاني المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي هيكون يوم الجمعه الساعه 2:30 بتوقيت القاهره 2:30 الظهر، هيحضروا مارسيل كولر ومحمد الشناوي. طيب المؤتمر الصحفي للترجي التونسي هيكون الساعه 3:00 ل3:30 وهيحضروا المدير الفني للترجي البرتغالي ميجيل كاردوزو ومعاه اللاعب زكريا العايد. ده المؤتمر الصحفي لفريق الترجي التونسي هيكون بعد المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي تدريبه الاساسي والرئيسي على ملعب رادس استاد حماد العقربي هيكون يوم الجمعه الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، هيكون التدريب لمده ساعه واحده بس من 10 ل11 بتوقيت القاهره على ملعب المباراه، وهيكون مفتوح لوسائل الاعلام اول ربع ساعه
لالتقاط الصور وتصوير بعض اللقطات الخاصة من التدريب. بالتالي حسين الشحات وهان ومروان عطية هيتكلموا هناك في تونس يوم الخميس بالليل الساعة 9:30، والشناوي هيحضر المؤتمر الصحفي مع مارسيل كولر يوم الجمعة الساعة 2:30. طيب الحاجة التانية وهي ليها علاقة بقى بالأمور الفنية، لأن النهاردة احنا هنتكلم على تفاصيل فنية ليها علاقة بنادي الترجي التونسي وكيف يستعد للنادي الأهلي. النهاردة أنا معايا واحد من نجوم الكرة التونسية اللي احنا كده لما بدأنا نتفرج على كورة في الثمانينات والتسعينات استمتعنا بهذا الجيل العظيم، سواء في التسعينات جيل سامي العروسي وشكر الواعر والجيل الجميل اللي كان موجود في الترجي التونسي في أوائل التسعينات، وكان ساعتها أول بطولة إفريقية تدخل خزائن ودولاب الترجي التونسي كانت بطولة 94. لذلك وكان كمان معاهم الله يرحمه الهادي بن رخيصة أحد الدعائم وأحد اللاعبين اللي توفى طبعا في حادث شهير بخصوص الماتشات في ملاعب الكورة، لكن كان لعيب جميل جدا الله يرحمه، وكان من النجوم الكبيرة اللي كانت موجودة في الكرة التونسية وفي الترجي التونسي. لكن تعالوا كده هنسترجع الذكريات ونتكلم مع واحد من نجوم هذا الجيل العظيم، الكابتن سامي العروسي. كابتن سامي يا عايش أخويا، منور معانا واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. مرحبا بيك ومرحبا بالساده المشاهدين قناه الاهلي. اهلا بيك كل مصر. اهلا بيك كابتن سامي، وطبعا بنسترجع ذكريات جميله جدا للترجي في التسعينات والمباريات النهائيات الافريقيه مع الانديه المصريه بشكل عام. اولا قيمه وقوه واهميه هذه المباريات، كيف تنظر لها وانت احد اللاعبين اللي لهم خبره طويله وفاز مع الترجي قبل كده بدوري ابطال افريقيا؟ الواضح انه كره شمال افريقيا يعني هي الكره الذكيه، الكره التكتيكيه، كره اللعبيه الاذكياء عند شمال افريقيا، ومن احسن زي ما قلت انت من احسن الفرق اللي موجوده في شمال افريقيا الاهلي والترجي، خاطر التاريخ يقول اللي ديما هما في النهائيات وهما اللي مشرفين يعني الكره العربيه والكره الافريقيه خاصه زي ما قلت الترجي والاهلي. والالقاب يعني خير دليل، الاهلي تقريبا لعب اكثر من 29 مقابله في النهائي، والترجي يعني لعب برشا مقابلات، حصل على 4 كؤوس افريقيه وكاس الكاف وكاس الكؤوس كاس الكؤوس سوبر كوب افريقيا، كل يعني نتائج باهره برشا للفريقين. اكيد ايه الفرق بين نهائيات افريقيا زمان في الجيل اللي كنتم متواجدين فيه مع الترجي التونسي عن الاجيال الحاليه؟ هل المباريات بقت اشد قوه؟ هل زمان كانت المهاره اكتر؟ ايه الفرق بين النهائيات القاريه في التسعينات عن الالفيه الجديده؟ تقريبا الكوره بصفه عامه تبدلت، يعني التسعينات كانت هناك الفنيات، يعني كره الفنيات، كره الفرجه، كره الكوره الجميله يعني، ولكن توا الاكثر يعني كره التبت، كره البلوك يعني سمحنا كره يعني الدفاع البدنيه، كره الناحيه البدنيه ولا هذا هو الفرق معناتها. والنهائيات كانت موجوده، كانت ديما تبشرك اللي بتكون فيها اهداف، بتكون فيها كره، بتكون فيها فرجه، وكنت ذهاب واياب ديما تلقى الاهداف. تو تنجم مقابله على الفان ثقه، تنجم ما تلقاش هدف، ما تلقاش فرجه. الخطط هي اللي سيطرت على الكره العصريه. اكيد. طيب عايز اتكلم معاك على فريق الترجي التونسي، ويمكن الترجي بنفس العناصر اللي موجوده حاليا ولكن اختلف الاداء واختلفت النتائج لما كان موجود معهم الكابتن طارق ثابت او حتى مع كوردوزو، ميجل كوردوزو المدرب البرتغالي اللي بيقود الترجي حاليا. الفارق الفني او ارتفاع مستوى الترجي رغم ان نفس العناصر الموجوده، هل اختلاف في التكتيك، اختلاف في المدرسه التدريبيه، ولا الاسباب من وجهه نظرك ايه يا كابتن سامي؟ تقريبا طارق ثابت خذ الفريق يعني بعد بطوله عربيه يعني كانت فاشله شويه بالترجي، معناتها ما نجحناش فيها وخرجنا من مجموعات، كانت فتره صعيبه. دخل طارق ثابت كان مدير رياضي، وقف الفريق ومشى فيه في بطولة افريقيا. طيب سوبر كوب دقيق يعني حصلت عليها سان داون. الترجي رجع مع طارق ثابت، لكن كان الضغط كبير يعني طارق ثابت وخيروا معناتها الجماهير الترجيه تحب مدرب اجنبي، تحب كان ضغط كبير تجاه المدرب الاجنبي مع الفريق هو بيدو، مع نقص الضغط، مع الدعم بتاع الجماهير،
مع الفريق يعني لقى راحه نفسيه اكثر من اللعبيه. ظهر السراجيب بوجه اخر وظهر بوجه جديد معناتها خلاه يوصل للنهائي وخلاه يزيح لاكيت ميموزا ويزيح سان داونز يعني ويوصل مع الفريق الاهلي للدوري. طيب يمكن الراحه النفسيه الراحة مع النفسية. انه المدرب كمل بالموجود البلوك يعني السراجي كان ضد حارس مرمى تحسن برشا الدفاع حتى تقبل اهداف مع كاردوزو خلى الفريق يوصل للنهائي. ممكن دي سبب كبير ان فلسفه الترجي دلوقتي بقت مختلفه عن زمان. يعني انا اتفرجت على الترجي امام اسك وامام سان داونز دايما بلاحظ ان الفلسفه التدريبيه لميجيل كورتوز ان هو مش عايز يدخل مرمى اي هدف، لدرجه حتى ان على ارضه اتعادل مع اسك كسب سان داونز بهدف مقابل لا شيء، بيلعب بتامين دفاعي والفلسفه بتاعته سواء ذهابا او ايابا ما بتتغيرش. كاردوزو يعني كما قلت انت يعني معامل برشا على الدفاع، معامل برشا انه ما يقبلش يخلي هي يعني المقابله 180 دقيقه ما يسمي 90 دقيقه يعني في تونس ولا في خارج تونس قاعد يلعب على 180 دقيقه. كره سر مع لاتيك في تونس، كره سر مع لاتيك في كوت ديفوار سهل العاج يعني، وكيف كيف مع سان داونز استنى الخطا وجاء الخطا من فريق سان داونز وربح 1-0، وفي الاياب استنى الخطا بتاع سان داونز ربح 1-0. يعني فريق نقولوا احنا منظم دفاعيا، فريق واقف ما يحبش يجازف، لكن هذا هو معناته خاطر الفرق الكل متقاربه واللي باش يعمل اقل اخطاء هو اللي باش ينجح. وهجوميا لو فرق سويكه ما عندناش اللاعبين الكبار يعني في ارسنال فانديان يقول احسن فريق يلعب 4-3-3 برشلونه في وقت ذاك خاطر عندها تروا ثلاثه هدافين يعني عندها ميسي وعندها سواريز وعندها نيمار. هو صعيب تلقى فريق عنده هدافين كبار كيما يعملوا فارق يعني يقولوا احنا كي تحب تلعب الهجوم يعني هذوك الفارق. لكن النجم نقولوا اللي الاهلي عنده فريق متكامل، فريق كبير في برشا لاعبيه يعني في تقريبا في نفس المستوى يعني عنده خمسه لاعبين قاعدين يسجلوا، عنده خمسه لاعبين قاعدين يعملوا ستاتيس يعني خرجوا في اللمسه الاخيره. هذا هو يعني الاهلي زاد قوي عنده اللاعبين اللي يعمل الفارق، خاصة أنه هو فريق متكامل في المجموعة الكل. على فكرة يا كابتن يمكن ملاحظة لتأكيد كلام حضرتك، لما بصيت على التشكيلة الرئيسية لفريق الترجي نفس العناصر اللي بتلعب كل المباريات الإفريقية الفترة الأخيرة ما بيحصلش فيها أي تغيير، يعني ذهاب وإياب مباراة سان داونز نفس العناصر الأساسية. لما بص حتى على معدل دقايق اللعب ياسين مرياح عدى 1000 دقيقة، توجاي عدى 1000 دقيقة، حسام طاقة عدى 1000 دقيقة، ياسين يان سايس 950 دقيقة، ماميش أكتر من 1000 دقيقة، يعني حتى الركائز عنده ما بين 6 ل 7 لعيبة بيعتمد عليهم ما بيغيرش إلا في أضيق الحدود، ده ممكن يكون إيجابي ليه في الفاينل ولا ممكن لا قدر الله لو في ظروف معاكسة بتبقى فلسفة التغييرات هنا مش حاضرة بالنسبة له؟ هو صحيح كما قلت يلعب بالمجموعة هيبيديا، يعني فريق هيبيديا ما قاعد يدور قاعد دور 13 لاعب يعني 13 14 لاعب اللي فوز باهيه وخايبه يعني باهيه اذا كان مثلا اصابات باهيه اذا كان خاطر كل واحد الالتزام باللاعبيه والفهم للاعبيه لبعضهم تجيب المقابلات عالجوا التغييرات ديما يعمل فيهم هذاك ناجح الى حد الان ناجح وكمل بها اللاعبية لقاو الراحة نتاعهم ولقى الفريق زاد اون شونج با كيف كيغاني ما غيروش فريق كيربح معناتها هذه هي القاعدة في الكورة اللي بتكسب بيه العب بيه ما تغيرش فريق يبدا رابح معناتها خاصة يبدا ماشية معناتها غيرنا شوية في المقابلات البطولة خسرنا زوج مقابلات وتعادلنا في مقابلة يعني هيك هي يعني أكيد فريقي يكمل بالمجموعة هي بدا حتى الانسجام قاعد يصير المجموعة مش قاعدة تقبل حارس مرمى قاعد يلقى في راحته مع الدفاع مع الوسط مع الهجوم وإن شاء الله تكون المقابلة كما نقولوا احنا فيها فرجة فيها كل فيها أهداف إن شاء الله تعدى نهائي طيب نهائي يعني نقولوا احنا في انسجام لأنه احنا تو النهائي بين ترجي وأهلي هي النهائيات شنو الحاجة الباهية فيها وقت يوصلوا زوج فرق كبار يعني حتى في اوروبا وقت يوصلوا لك زوج فرق كبار وفريق كبير وفريق صغير ما يجيش نهائي قوي اكيد لكن يجي نهائي فيه زوج فرق كبار
يبدا فيه الحبر يعني يبدا فيه الكلام قبل المقابله وبعد المقابله يعني، ويبدا فيه تشويق الترجي والان يزود ترقي يخليه تشويق في النهائي ان شاء الله يكون نهائي باذن الله باذن الله. كابتن سامي العروسي انا بشكرك جدا على هذه المداخله القيمه وسعداء بوجودك معنا عبر شاشه قناه الاهلي في اطلاله وحديث فني مهم جدا على مباراه الترجي والاهلي لقاء الذهاب الاول اللي هيتلعب في تونس، لسه في وقت على لقاء العوده. فاصل وبعد الفاصل نرجع لان عندي كلام مهم جدا على الاجتماع التنسيقي والاجتماع الامني والترتيبات الخاصه بتسليم كاس البطوله اللي حدده النهارده الكاف مع ناديي الاهلي والزمالك. اتعمل اجتماعين من قبل الاتحاد الافريقي مع الاهلي والزمالك ومسؤول استاد القاهره بالامس واليوم، وبغض النظر عن اي تفاصيل ممكن ما نكونش ليها علاقه بينا، احنا هنتكلم على الشيء اللي يخصنا، مباراه الاهلي والترجي في العوده باذن الله لقاء الاياب على استاد القاهره الدولي. اجتماع بالامس كان بشان الدعوات والتذاكر الخاصه بالنسب المتعلقه بحضور ضيوف الاتحاد الافريقي، وبما ان النهائي وتسليم الكأس البطولة هنا في القاهرة فالاتحاد الافريقي بيكون شريك أساسي مع الأندية المعنية في التنظيم، وعلى هذا الأساس لم تكن هناك أي مشكلة ما بين مسؤول الاتحاد الافريقي مع النادي الأهلي. النادي الأهلي متمرس بشكل كبير جدا على تنظيم النهائيات في السنوات الماضية، من مش عايز أقول بس من 2013 ده منذ الزمن، فالإدارات اللي عندنا في النادي الحمد لله عندها احترافية كبيرة جدا وعارفة إيه اللي ليها وإيه اللي عليها. فاجتماع الأمس كان فيه يعني شكر وتقدير كبير جدا من مسؤول الاتحاد الإفريقي للمسؤولين في النادي الأهلي بحضور كابتن أمير توفيق والعميد علاء صلاح. اجتماع محدد على مستوى الإدارات بيحضروا المدير التنفيذي لشركة الكرة وبيحضروا المنسق الأمني لقطاع الكرة، وتم الاتفاق على الشكل العام. أولا الاتحاد الإفريقي كل اللي يهمه في المعصورة الرئيسية الانفيتيشن أو الدعوات تكون على الأقل لو الماسوره الرئيسيه فيها 120 كرسي هو بيحتاج من 40 الى 50 كرسي، والنادي الاهلي ما عندوش مشكله. الماسوره الاماميه على فكره وجود السبونسر والرعاه والضيوف، وكمان في حضور جاي من بعض المسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي، فكمان ما عندوش مشكله النادي الاهلي ان يكون الاتحاد الافريقي ليه 40% من ساعه الماسوره الاماميه. انا عايز اقول لكم كمان الاتحاد الافريقي عشان ضيوفه وفي بعض الشخصيات اللي بتيجي من بره حتى على مستوى الاسر او العائلات لهم كمان نسب في تذاكر الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، برضه النادي الاهلي ما عندوش مشكله، يعني فكره ان الاتحاد الافريقي يطلب 500 تذكره درجه اولى و300 درجه ثانيه و100 درجه ثالثه، ما عندناش مشكله في كل ده، وتم التنسيق وخلاص كل الامور دي تم الاتفاق عليها. النهارده كمان الاجتماع الامني تم ترتيب كل شيء، بس اهم حاجه اتقالت لو اسر اللعيبه موجوده او الاطفال موجودين ما عندناش مشكله ينزلوا ارضيه الملعب، ولكن بعد ما يتم تسليم كاس البطوله والميداليات. فبالتالي كل شيء متعلق بتسليم كاس البطوله دوري الابطال يا رب كل الاهلي، اسر لاعبي النادي الاهلي، الاطفال كله يكون موجود مفيش مشكله، بس كلهم هنشوفهم ان شاء الله في ارضيه الملعب بعد تسليم الكاس، خاصه ان الاتحاد الافريقي وجه الدعوه للسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي، لان البدايه من حساب يلا كوره بيتكلموا على قائمه الاهلي الاقرب لرحله تونس استعدادا لمواجهه الترجي. الكلام على سفر 23 لاعب، لكن ابرز اللعيبه اللي كان فيه كلام على امكانيه سفرهم من عدمها الشناوي طبقا للي منشور في يلا كوره موجود، كمان ياسر ابراهيم موجود، متولي معلول موجودين، مروان عطيه، كريم نيدفيد موجود، اليو ديانج من الاسامي اللي كانت مرشحه ممكن تكون موجوده ولا لا برضو موجوده. ففي النهايه في 23 لاعب مع مارسيل كولر، وكان معانا زميلنا محمد توفيق قال فكره سفر السولية وعبد القادر وكوكا للمشاركه هتبقى صعبه جدا، النهارده الثلاثه لم يشاركوا في تدريبات الجماعيه. نروح للوطن الرياضي، ازمه بين كولر ولاعب جديد في الاهلي، تدخل تبص في الخبر يقول لك ان في ازمه بين كولر واليو ديانج عشان المشكله الفنيه والمستوى الفني. في النهايه في مدير فني شايف لمصلحه الفرقه يحصل، وما فيش ازمه اصلا مع اليو ديانج، واليو ديانج لسه راجع من اصابه ومتقبل ده بالتاكيد. الوطن الرياضي بيتكلم عن ان في طلب عاجل من علي معلول، انا دخلت قريت الخبر بس استغربت من الفكره في حد ذاتها، يعني هل علي معلول مسافر مع الاهلي يلعب نهائي افريقيا هيطلب من البعثه انه يستاذن 24 ساعه يزور الاسره وبعد كده ينضم للمعسكر؟ يعني انا مش عارف بس التفاصيل دي بناء على ايه، يعني لا علي طلب ده ولا الجهاز الفني يرفض، لان رايحين مهمه 48 ساعه لماتش صعب جدا، فاكيد الكلام ده يعني مش صحيح. نروح لحساب كوره بلس بيتكلموا على التشكيل، كولر يميل بالبدء امام الترجي بالشحات ولكن رضا سليم في الصوره، وانا عايز اكد لحضراتكم محدش يعرف كولر بيفكر ازاي، ومعلوماتي ان هيبقى في مفاجاتين في تشكيل الاهلي في تونس باذن الله. المصري الرياضي النهارده في التصريحات اللي كانت نشرت على الموقع الرسمي
للنادي الاهلي، محمد مجدي قفشه قال ايه؟ جمله عظيمه جدا، قال لك طول ما انت في الاهلي انت في نعمه كبيره، وزي ما قلت قبل كده وبقولها دايما، طول ما انت في الاهلي انت في نعمه. اتمنى نكسب البطوله، عاوز يبقى معايا 4 بطولات افريقيا في 5 سنين. على فكره كمان في رامي ربيع عايز يحقق الرقم السادس، اليوم السابع، وسام ابو علي على نهائي افريقيا، قال لك هلعب اهم بطوله واهم مباراه في مسيرتي. يعني وسام ابو علي بعد اول 6 شهور مع الاهلي هيلعب نهائي افريقيا، فده رقم مهم جدا بالنسبه له. رامي ربيعه بيستهدف اللقب السادس في دوري ابطال افريقيا، لعب فاينل 2012 13 20 21 23 وادي فاينل 24، هيتساوى مع وائل جمعه اللي لعب 6 مباريات نهائيه في دوري ابطال افريقيا، بس وائل لما خد البطوله السادسه كان ساعتها هو كابتن الفريق. يلا كوره، بيقولوا ان في استدعاء لبيرسي تاو لقائمه جنوب افريقيا امام نيجيريا وزيمبابوي، مباراه من الاثنين دول جنوب افريقيا وزيمبابوي هيديرها على فكره الحكم المصري الكابتن محمد معروف. نروح لاخر حاجه في الترند الاهلي، يلا كوره، بيتكلموا على قبل مواجهه الاهلي ماذا يفعل الترجي في النهائيات الافريقيه. بصوا يا جماعه، الترجي لعب 16 مباراه نهائيه قبل كده، 8 في دوري الابطال، كسب 7 وخسر 9، لعب كاس الكؤوس 2 مرات، ولعب الكونفدراليه مره، ولعب نهائي كاس السوبر 5 مرات، بس في السوبر الافريقي كسب البطوله مره واحده وخسر 4 مرات. نروح للمشاركات والرساله اللي طلبناها من جمهورنا. خميس بيقول للعيبه الاهلي وللجهاز الفني، انتم قدها يا ابطال، ان شاء الله بانتظاركم وانتم منتصرين يا رب ان شاء الله. عبد العزيز بيقول موفقين ان شاء الله يا رجاله، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينصركم يا رب، يا رب باذن الله. استاذ فتحي بيقول توكلوا على الله وثقوا بانفسكم واستحضروا روح الاهلي، وان شاء الله ترجعوا بفوز واداء وفرحه لكل الاهلاويه. رساله جديده من نجدة بتقول ربنا معاكم، نثق فيكم بلا حدود، وبإذن الله 11 راجل في الملعب، ونحسم أمر الصعود من تونس الجميلة، فقط تذكروا أن الغالي بيبو معاكم، فرحوه وفرحونا. رسالتك إيجابية جدا. عبد الله بيقول مساء الخير، أنتم أبطال، أنتم من صنعتم التاريخ لأنفسكم بأيديكم، أن تصنعوا تاريخ جديد بالعمل والاجتهاد، لا تخاف من أحد، أنتم تمثلوا الأهلي، زعيم القارة، سيد القارة، كبير القارة، هو كبير القوم إن شاء الله، تعود بالمكسب، يعني الأهلي يرجع بالمكسب، شعب الأهلي وراكم هيدعمكم ويثق فيكم من أجل البطولة الـ12. كل الناس رسائل إيجابية، رسائل دعم، لا يتبقى سوى توفيق ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السفر إلى تونس. على بركة الله تغادر البعثة بعد قليل، وكل التوفيق رب للنادي الأهلي يوم السبت، وبالتأكيد هنكون معاكم إن شاء الله يوم السبت في متابعة حية وتغطية لكل الكواليس قبل موعد المباراة بعدة ساعات. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.